نحب نحكوا على زيكيت ناسيونال ولا نحب نحكوا على كلوب؟ تم شكون ينجم يقول اليوم الفوتبول سينيغالي خاي؟ بيرسون. وين الشامبيونات تاع السينيغال؟ وين الكلوب تاع السينيغال؟ جمعيات ديما يلعبون احنا في مستوى مسابقات افريقيه. انا وفريق سينيغالي قيمه في ادوار مقدمه. انا وفريق سينيغالي عطل فريق تونسي. اين هم في مستوى حتى ليبو؟ ولكن الكلنا نقولوا وفعلا نقولوا ويميز السنغال كان بطل افريقيا ما ترشح كاس العالم وكان بطل افريقيا في الاواسط وما ترشح حتى كاس العالم. لكن نجموش نقولوا للفوتبول السنغالي. دونك ثم دو فاز او بيان دو فولي. نمشي نقول ليكيب ناسيونال. ليكيب ناسيونال قعد 12 سنه ما ترشحش. كاس العالم يتمشي دو فوا تسويت بكاس العالم سينيور. ما نجموش نقولوا ما قدمناش وما تحسناش وما نجموش نقولوا يا حسر يا حسر على 12 سنه ما ترشحناش فيها. ليكيب ناسيونال حتى هو ماتش 78 ثاني ماتش 2018 ثالث ماتش 2022 يعني 40 سنه قعدنا ما شبحنا دو ماتش في 4 سنين ربحنا دو ماتش. ما نجمش نقول ما تحسناش. نو نو سون با بارفي. ورانا مش معنا فرحانين الشيء هذا بشكل مطلق، مي فرحانين كنا تقدمنا شوي. ايبان ليكيب ناسيونال أول مرة تربح بطل العالم. أول مرة تربح بطل أوروبي، وأول مرة تربح منتخب أوروبي في كأس العالم. ما نجموش نقولوا ما تحسناش. وهي حاسرة على 12 سنة فاتت. في كأس أفريقيا ترشحنا 5 مرات في تاريخ النصف النهائي. اخر مره ترشحنا خارج تونس كان عارف فيه بعد 19 سنه مش مشينا خارج تونس. اخر مره ترشح ديمي فينا في تونس 2004 مي خارج تونس في ابان بعد 19 سنه خارج تونس نترشحوا كاس افريقيا وبعد 15 من تونس نترشحوا ديمي ديزنات. ما نجمش نقول ما تحسناش. معناها تونس تاريخنا الكل يا احنا يا ريتنا عايزين سنه كل افريقيا وسته. لكن وقعنا رانا ترشحنا بعد 5 مرات برك نصف نهائي. اذا بين 2019 عملنا دو فينال كوبا عام 63 وقعدنا 58 سنة عام 2021. دونك ما نجموش نقولوا كاين بيرفورمانس غير مقبول. وعادة هو راهو طموح باهي. وعادة كي تحط روحك أكثر من مستواك تضيع. معناها هنا نحن باش نحطوا كأس إفريقيا. لكن ما نجموش نحن كي نوصلوا كأس نصف كأس إفريقيا نروحوا نلقوا ما نلقوش نقد نلقاو الله اعلم شنو الو كيو ثم ناس في الفيديو في فينال مستوانا خير من مستوانا ويلقاو تصفيق في بلادهم. احنا ما نستناش في التصفيق اما نحبوا علاش وقت ثم فرحه تجيبها المنتخبات الوطنيه في كل الاختصاصات هيك نساهموا في نشر الفرحه في البلاد وفي في الناس اللي تهم. ربحنا فرنسا كانت موجه كل ايجابيه. كان شكون قال لي مقلق شويه قال لي الناس فرحانه. قلت له خاطر سيتي سبونتاني. قال لي اش معناها؟ قلت له استنى 48 ساعه 36 ساعه حتى تتعمر العباد وتقلب شكون كان خلوا العباد سبونتاني تقعد فرحان. اما وقت يصيروا لي مانيبيلاسيون ما عادش نقعدوا فرحان. راهي لا جامعه وديها الجاري لا مكتب جامعي لا ولا لا لا منتخب وديها الجاري لا مكتب جامعي ولا منتخب جامعي اسمه المنتخب الوطني التونسي. ما عندناش نشيد خاص احنا نعملوا فيه كاس العالم نعملوا كاس نشيد الوطن. الدرابو اللي يمشي ماهوش اسم لوكو تاع الفيدراسيون يمشي الدرابو تاع تونس. لو كان نجاح حوالينا الكل وكان مش نجاح حوالينا باش نتقاسموا الالم الكل. مشينا قلنا اخر ترشح كاس عالم اواسط كان 85. علاش؟ زعما جيه 15 مكتب جامعي الكل ما لقيناش جيل يكوبري نحن اللي قعدنا اكثر من ماندا شنو الاسباب؟ تبع حللنا الاسباب لقينا نحن عندنا نسبه من التقصير. شنو نسبه التقصير هذه؟ لقينا روحنا في يو دي سات الملاعبيه يقعدوا عندنا 17 سنه يمشوا لنا عندهم تحت بيان كل جمعيه عندها جوار انترناسيونال تحت تعملوا كونتراكت. تاعنا اني خرجوا لي تصريح قلت عندي عام ونص في احدى القنوات التلفزيونيه
مش بيخرج توا، واللي قلت انه كان مش نوصل هيك رانا ما عادش قادرين نعمل بيرفورمانس في مستوى الانديه. لانه شو بدي اعمل بيرفورمانس؟ حسن التسيير والتدبير ليفكتيف لاغنور البي لي ستاج البي استاد البي، هذا من كل دور شكون دوريانا كجامعه، وهذا كل شيء ينحرق يا اخوي. حسن التدبير والتسيير انا نقدر الناس كل تحسن تحسن، هم دي مويا. اليوم على الجمعيه تجب تلعب في المراتب الاولى وجمعيه تلعب على احتفالات النزول لي مويا. كم سنه تلعب في المصري مثلا؟ ميزانيه هو قد الفوتبول التونسي كله، ميزانيه الفوتبول في تونس 200 مليار. كي تنحي ميزانيه الجامعه بما فيه من الجامعه كي تنحي ميزانيه الجامعه ياخذوا 140 150 130 ميزانيه الفوتبول التونسي من قسم الجهوي حتى حتى الانديه الرابطه المحترفه الاولى مرورهم بكل الاصناف والاقسام نساء ورجال. ميزانيه جمعيه واحده في مصر، وكي جمعيه تمشي ما تربحهاش تولي تاجر. ثم جمعيات في افريقيا توا جيراننا، ما نمشيش لافريقيا البعيده، نقدروا انا في شمال افريقيا انتداب لاعب غير اساسي، قد انتدابات الكل في اغلب الجمعيات نتاع انا تشوف جمعيه برك على لاعب مش اساسي وتجيب جمعيه من عندنا في تونس تلقاها داهش بشهر 5-6-7 انتدابات بنفس المبلغ هذاك وعدد مليار. قداش عندنا الملعب ومولوجي وما نحكيش على مش نحكي على راس كيفاش خديناها المولوجاسيون، نقولوا يستاهل باش ياخذوا المولوجاسيون وكاو ولي ريزيرف ديما موجودين في راس. قلت البارح بعثوا لنا الاستاد اللي من حقهم باش يلعبوا فيه المنتخبات الوطنيه. الناس اللي يحبوا يكونوا خير منهم عندهم اربع خمسه ملاعب. علاش باش تلعب في الكراكس؟ علاش ما نلعبش باش؟ وباش تلعب في الكراكس عدد؟ علاش نستير في ادوار معينه في جهه تونس؟ وكان لعبة المستير وما قدمت أكثر. علاش بن قردان قبلها؟ علاش لعبة الزادة في تونس؟ وعلاش الإتوال ممكن ياسر تلعب في تونس كتمشي المراحل المتقدمة؟ وش كل الأندية التونسية تمشي في المراحل المتقدمة عليه؟ صفاق سوسي سي اس اس في في أدوار متقدمة تنجم تلعب في 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 صفاق. دونك كي نحبوا نحكوا على الفوتبول التونسيان يلفو كومباري لو كومبارابل. لو كومبارابل هو الانديه التونسيه والانديه اللي نلعبوا ضدها. اللي مويا لعب كل طرف الترجي والنجم، بعد جي الرجاء المغرب، وبعد جي النصر من السعوديه. يعني حتى في مستوى انديه، مالغري لي ديفيكولتي، الانديه نتاعنا عارفه تسير وعارفه تخرج احسن ما عندها، باللي مويا اللي عندها باش تكون هي الأولى يا ثانية أفريقية الأولى عربية. مي ديما نقول إذا كان ما نلقاوش مع بعضنا ونرفعوا للدولة التونسية ومتأكد من أنه كي نعطيهم مع بعضنا حلول واقعية نلقاو استجابة. أنا قلتها عامين ونص هاني نقولها تو، إذا كان ما عملناش حلول حقيقية عامين أخرين ما عادش نشوف فينا في المستوى الهندي. لانه ثم 6-7 انديه في افريقيا ميزانيتهم عاليه برشا. عاليه برشا، دونك احسن ما ثم في السوق الافريقيه يهزوا هو. وباش تعول على السوق التونسيه. غير كيف في السبب التالي. 70-80% من اللاعبين اللي فوق المتوسطي. قول فوق المتوسطي. اللي ربما كيف يلعب برشا يحسن مستواه يقول قريب من حسن حسن مليون في الكونترا يمشي برا، لانه يلقى برا بالديفيز شهريته مضروبه في ثلاثه في ثلاثه وشويه في ساعة في في اجر ومنح اكثر برشا من تونس، لانه رئيس الجمعيه ما ينجمش يوفر على الجمعيه كل ما تنجمش توفر كل المتطلبات للطب اللاعبي. دونك اش صار حتى السوق التونسيه فرقت وطبيعي
80% من جميع القاعه كان فيهم اوفر برا الخدمه في الخارج يخرجوا تو. دونك ما تلومش اللاعب اللي في كان كونترا يلقى عرض يقول اش بيك مشيت للبلاد هذيك واش بيك مشيت للبلاد هذيك وقعد في جمعيتك. راهو شوف الانتماء للجمعيه بالنسبه للاعب غير كيف باش يضمن مستقبله المادي وباش يضمن الحياه الكريمه المستقبليه.